هنجرب نرسم رسمة سهلة وبسيطة جدا، والرسمة سهلة جدا للمبتدئين. أنصحك ترسمها لو أنت مبتدئ. هنجيب اللزق وهنحدد المكان اللي هنرسم فيه. هنستخدم مية علشان نغسل فيها الفرشة بتاعتنا. هنستخدم مناديل علشان نمسح فيها الفرشة بتاعتنا. طبعا لقيت الالوان ناشفة جدا، فهجيب سرنجة وهحط في كل علبة سنت مية بحيس امشي الالوان. ابدأ باللون الفاتح اللون الابيض زي ما انتم شايفين كده، وابدأ احطه في البليتة بتاعتي. همسح الفرشة بتاعتي في المنديل، وهقلب برضو اللون الاسود كويس، واخد من اللون الاسود وهحطه في البليتة بتاعتي. هبدأ الون الخلفية كلها لون اسود سريع الون اللون الاسود زي ما انتم شايفين، مفيش اي صعوبة. هعمل درجات رصاصي على ما الخلفية تكون نشفت. هبدأ اخلط اللون الابيض باللون الاسود. طبعا الفرشة فيها اسود، فانا همسحها الاول في المنديل واغسلها وامسح تاني في المنديل، وبعد كده هاخد من اللون الابيض ده واحط في العين التانية ديت. زي ما انتم شايفين عملنا درجة رصاصي، فانا هعمل درجة اغمق من كده في العين السودة ديت. زي ما انتم شايفين كده معايا درجتين رصاصي ودرجة ابيض، هاخد تاني من الابيض واعمل كمان درجة رابعة. كده الخلفية نشفت وعملنا الاربع درجات الالوان بتوعنا، درجة الابيض ودرجة الرصاص الغامق ودرجة الرصاص الفاتح ودرجة الرصاص الوسط. وهجيب فرشة صغيرة جدا زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نستخدم اللون الغامق وهبدأ اعمل الشكل ده. بعد كده هنكمل زي ما انتم شايفين كده بدرجة الرصاص الفاتحة، وفي الاماكن اللي انا مرسمتش فيها قبل كده ارسم فيها بنفس الطريقة. مستعجلش وانا برسم علشان الرسمة تطلع معايا حلو. بعد كده هنستخدم الدرجة الفاتحة ديت ونبدأ نرسم برضو في الأجزاء الفاضية ديت نفس ورق الشجر ده. نبدأ بقى نستخدم الدرجة الفاتحة خالص اللي هي اللون الأبيض ديت، ونبدأ برضو نرسم فيها في الأجزاء اللي في النص دي. وبكده نكون خلصنا الرسمة، ان شاء الله تعجبكم. جرب ترسمها وبعتها لي على الانستجرام تحت. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوف الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم يا فنانين.